السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من أخوكم أحمد خلوق يحييكم. إن شاء الله بنتقاسم معكم التطبيق اللي هو فيديو شو المقرمرتين لتقطيع الفيديوهات ودمج الأصوات وإضافة الموسيقى إلى آخره. المهم هذا احنا غنكتفي إن شاء الله اليوم بتقطيع الفيديوهات. وفات مني انني شرحت كيفية دمج الاصوات مع الفيديوهات او بحراء الموسيقى. ونتمنى من الله انه نتوفقوا في هذا الشرح. والتطبيق يعني كما كنتبتوا التطبيق يعني بلا ما نحتاجوا كاع ندخلوا ليه، احنا نعطيه الصلاحية ديالو باختصار ونمشيو مباشرة ناخذ واحد الفيديو اللي غنخدموا عليه سيليكسيونيه نبارطاجيوه مع هذا التطبيق. اليكم الطريقه ان شاء الله. بسم الله. الشاشه الرئيسيه ملفاتي وحده فيديو المجلد ندخلوا فيديو تطبيقان ديجي واو دانكستي لاسترجاع الصور والملفات للاندرويد مع الاستاذ احمد خل سيليكسيونيه كما فيديو تطبيق مشاركه زر جاري المعالجه مشاركه انقر فوق رمز ادناه لمشاركه. هنا غيعطينا عده اختيارات، حنا ناخذ غير القطع اقتطاع الصف ندخلوا ليه اقتطاع من اجل تشذيب ادق هنا غادي ناخذ حسنا او اوكي على حسب لغه الجهاز. حسنا زر ثلاثة أجزاء من ماء. هنا غنتسناو حتى يكمل على حسب الفيديو لكان طويل أو قصير. المهم نتسناوه. قصي الفيديو هو كمل. من كمل عندنا احنا اش غادي نديرو هنا باش فيه واحد جوج الأزرار، بالضبط جوج الأزرار غير مصنفين. هاد جوج الأزرار اللي غير مصنفين تم ضبط مستوى واحد ديال البلاي تم اخفاء عن واحد بلاي وواحد هو اللي كيعطينا امكانيه التقطيع. حنا غنبداو نفاليديو من الاول باش نفهمو فيهم باش نفهمهم فين جاو. بسم الله اقتطاع تنقل الى اعلى زر هذا الاول. الثاني اقتطاع مشاركه المقرمرتين بعد المشاركه المقرمرتين مع بعد المشاركه غادي نلقاو بلاي زر غير مصنف هو هذا زر هذا المقرمرتين اللي الزر اللي تابعو غير مصنف هو اللي كيعطينا طريقات باش نقطعو زر المقرمرتين. واخا نفوتو نشوفو شنو كاين. منتصف الليل صفر هنا بداية ديال الفيديو منتصف الليل صفر هنا الحساب فين غادي ناخذو تقطيع الفيديو. السابعة وثمانين وخمسين دقيقة صباحا صفر القاو سميتو منتصف السابعة وثمانين وخمسين دقيقة صباحا صفر ديال الدقائق سبعة ديال الدقائق منتصف السابعة وثمانين وخمسين دقيقة صباحا صفر أنا الدقائق والثواني يعني كنعتذر لأن سمعت شي حاجة وتصمت ما سمعتش نعود نسمع منتصف السابعة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بعد دقائق 57 ثانية. المهم احنا اللي كيهمنا عندنا نرجعوا للبلاي منتصف في الليل صفر نعودوا هاي اقتطاع اقتطاع مشاركة زيرة هاي هي بلاي نخدموا بلاي مجموعة تبعد المعلومات هنا اش غادي نديرو في هاد الحالة ملي كنديرو بلاي وكيتم غادي ختام الفيديو ما كنقيسو حتى حاجة كنبقاو نتصنتو الفيديو حتى نوصلو للبلاصة اللي بغيناش ما نضيعوش الوقت باش حتى نوصلو للبلاصة اللي بغينا وكنضربو دوبل كليك ولا وسط الشاشة المهم باش يوقف لنا الفيديو في البلاصة اللي بغينا بالضبط. هنا غادي نمشيو نباليديو سبعنا ونشوفو
النقار مرتين. هذا الذي غرجعوا ليه. منتصف الليل صفر، منتصف الليل 18 دقيقة 9 18 ثواني اللي بغينا نقطعوها ياك، وتسعة يعني إلا بغينا يكون عندنا الحساب مدقق حتى ديك التسعة غادي نكتبوها إن شاء الله. المهم حنا غادي نمشيو نرجعو باش نشوفو الزر اللي منتصف الليل زر هو هذا. وقت البدء صفر صفر، مربع تعديل، النقار مرتين مع الاستمرار لإجراء ضغط مطول. دابا هادي وقت البداية واللي تحت منها وقت النهاية. وقت الانتهاء ها دابا باش نفهموا هاد الوقت النهاية ووقت البداية شنو هما. هاد الوقت ديال البداية يعني أي رقم كتبناه هنا في البداية راه هو اللي غيتحذف، وأي رقم كتبناه في النهاية هو اللي غيتحذف. من يعني هاد الرقم البداية غيتحذف من البداية، يعني هذاك هو اللي ما بغيناش. بحال مثلا دابا عندنا هاد 18، هاد 18 اللي لقينا كتبناه هنا هو اللي غادي يتحذف مش بحال. وإلا درنا هاد نفس العدد درناه لتحت في النهاية غادي يبقى لينا هذاك يعني الفوق يعني كيحيدو، والتحت غادي يخليه، غادي يحذف لينا اللي الاخراني. حنا غادي نديرو العملية باش نفهموها أكثر. حنا غنمشيو الأولاني صفر صفر، مربع تعديل، هنا كاين ثلاثة ديال الخانات، ثلاثة ديال الخانات. الخانة الأولى حنا لقينا غير 18، يعني الخانة الأولى فيها صفر صفر، والخانة الثانية فيها 18، والخانة الثالثة فيها 9. حنا غادي نكتبو في الخانة الثانية وفي الخانة الثالثة. الخانة الثانية غنكتبو فيها 18، والخانة الثالثة غنكتبو فيها 9. بسم الله. نقطتان نقطتان صفر صفر، مربع تعديل، ندخلو لها نهاية الحقل ونمحيو مسافة للخط، تم حذف صفر، تم حذف صفر، نكتبو 18، واحد واحد واحد، ثمانية ثمانية ثمانية، تم بلوغ الحد الأقصى للطول. ونزيد الخانة الثالثة نقطة صفر، مربع تعديل، نمحيو الصفر، مسافة للخلف، تم حذف، نكتبو تسعود تسعة تسعة، تم بلوغ الحد الأقصى للطول. دابا هذاك الموسيقى اللي سمعناها حنا دابا حاليا هي اللي غنحذفوها، يعني هذيك ما بغيناهاش. الا ما بغيناهاش كنكتبو في هذه الخانه الاولى اللي هي وقت البدايه. وقت البدء ها ثبتوا معايا، وقت البدايه وهي اللي غادي تمحى، غادي نديرو حسنا. نصائح حسنا، زر قصي الفيديو زر، النقر مرتين اللي طفعين. هنا فين غنمشيو؟ غادي نمشيو نفاليديو وتنسمعوا مشاركه. منتصف الليل 7:09 اقتطاع مشاركات، اسمعوا مشاركة مرتين للتفعيل ونكليكيو عليها مشاركة. اقتطاع هي. لم يتم التحديد اقتطاع زر اختيار، انا قال لك ما مرتين للطب، احنا غنحددوه ها هو. التنقل الى اعلى زر هنا النقر مرتين، هنا عطانا فين غادي نبارطاجيوه او فين غنلوحوا هذا الفيديو. جنسة اجراء فيسبوك يوتيوب فيسبوك واتبي، مهم ماليناش هنا، انا فين غنلوحو هنا. حفظ في معرض الصور المقر مرتين اللي ها هي. التنقل الى اعلى زر المقر مرتين، ونخرج بحالي ونشوف معرض الصور شنو كيقول. تشويزو الصور الصور الفيديو، فيديو تم التقاط نخدموه. الفيديو الذي تم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأصدقائي الأعزاء، تحية طيبة من أخوكم أخلوه. أنتم دابا سمعتوا الموسيقى الأولى حذفتها جتها تلحد السلام عليكم وقطعتها. دابا غنديروا العكس، نرجعوا نديروا العكس. تشوي زوم تصوير ملفات ملفاتي التنقل الأعلى ونسيليكسيونيو فيديو كما العادة كما درنا في الأول. تطبيقان مشاركة زيرو مشاركة جاري المعالجة، ونمشيو للقطاع اقتطاع ها هي
فيديو شو نديرو حسنا حسنا ثلاثة أجزاء ونخلوه تيكمل إن شاء الله. هو غادي قص الفيديو التنقل إلى أعلى زر تنقل إلى أعلى اقتطاع اقتطاع لا مشاركة لا زر هذا بلاي احنا خدمناه وعطانا 18 و9 يعني غادي نمشيو نديرو 18 و9 نفس العدد اللي درنا الفوق غادي نديروه لتحت زيرا النقر مرتين اللي وقت البدء 0 0 مربع تعديل النقر مرتين غادي نديرو هنا 58 مربع تعديل وهنا اش كاين 0 7 مربع تعديل هذا احنا غنمحيو 0 7 هيا نهاية الحقل مسافة للخلف تم حذف 7 تم حذف 0 غادي ندير جوج الاصفار 0 0 0 0 غنمشيو للخانة اللي حداها الثانية نقطتان هيا 58 نحيو عليها نهاية الحقل 58 غندير لها سيبريمي مسافة تم حذف 8 تم حذف 5 ونديرو 1 1 1 8 5 8 ثمانية تم بلوغ الحد الأقصى للطول ونمشيو للخانة الثالثة نقطة صفر مربع تعديل كليكيو عليها نهاية الحقل ونمحيو مسافة للخلف تم حذف صفر تعود تسعة تسعة تم بلوغ الحد الأقصى للطول وال هاد الرقم الأخراني باش كيحدد لينا حيت إلا درنا غير 18 بوحدها هادوك نقدروا نجيبوها في الوسط ديال السلام عليكم او في الاخر ديالها او نقدروا نزقلوها ولكن اللي كنديروا تحت هادوك السوكونت تيعاونونا فيما لقينا حتى السوكونت نديروهم غنديروا حسنا ان شاء الله حسنا زو قصي الفيديو زيرا ونديروا مشاركه النقر مشاركه اقتطاع لم يتم التحديد نحددوه تنقل الى اعلى زر ونديروا تحفظ في معرض الصور هادشي راه التنقل الى اعلى زر ونخرج بحالنا مرات الصفحات واحد ونمشيو من الصور 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 ونشوفو فيديو الفيديو مجموعة تبادل المعلومات الرابع من ديسمبر 2008 مجموعة تبادل المعلومات المهم الطريقة ناجحة 100% ونتمنى من الله أنني نكون توفقت في هذا الشرح ونسبة تشوي زوم الصور والضغط على تحديد الطريقة فيها عدة أشياء أخرى يمكنكم اكتشفوها أو يمكنكم ترجعوا للفيديو السابق اللي كنت شرحت من قبل وتلقوا فيه إن شاء الله شرحت بإذن الله تعالى تحياتي احتراماتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.